السلام عليكم، أسعد الله مساءكم كل خير. الصورة اللي حطيناها أمس كانت هي مفتاح باب موضوعنا لهذا اليوم عن الحيتان. الحيتان تعتبر أكبر كائن بحري موجود على الكرة الأرضية. الحيتان سبحان الله لها ميزة أنها تقدر تتنفس من الهواء الطبيعي، ف لها رئتين وتتنفس عن طريق الفتحة الموجودة فوق ظهرها، وبنفس الوقت أنها تطلع الهواء منها. سبحان الله تتميز الحيتان أن لها جهاز تنفسي فريد، يعني يقدر يخليها أنها تبقى تحت الموية فترة طويلة بدون ما تأخذ أكسجين، مثل حوت العنبر يقدر انه يقعد تحت الموية لمدة تصل الى ساعتين. وسبحان الله بعد ان الحيتان عندها خصائص زي خصائص الثدييات، فتعتبر هي من الدم الحار، تتكاثر بالولادة وترضع صغارها، ولديها اسنان للكبيرات السن، والصغار منهم صفائح تتغذى على الاسماك وتتغذى على الحبار. تقدر تتعرف على اللي حواليها عن طريق إرسال إشارات اسمها سونار. أنواع الحيتان فيه الحوت الأزرق، فيه الحوت الزعنفي، فيه الحوت اسمه ساي، فيه حوت اسمه بريدي، فيه حوت اسمه أمورا، في حوت اسمه الأحدب، في الحوت اسمه الرمادي، وفي الحوت المنك. يعني هذا أكثر شائع، يعني أنا بحط صورهم الحين. وفي الحوت القطب الجنوبي، وفي حوت مقوس الرأس، في حوت شمال الأطلسي وشمال الهادي والصائب والحوت القزم. خلني أوريكم صور الحين عشان تعرفون الفرق بينهم. حطيت من قبل شوي الحيتان أكثر من حوت، رمادي أبيض على العنبر، لكن سبحان الله جميع أنواع الحيتان يقول لك تغني تحت الموية. بحط لكم الآن صوتها وهي تغني. اليوم أنا عند مركز من مراكز الغوص اسمه غوص غواص الجزيرة. هذا لو تشوفون الماكينة، هذه ماكينة تعبية الاسطوانات. يجيك الجيج حقها، هذه النوع حقها، النوع اللي هي ما لها صوت، تشتغل عن طريق الكهرب. ان شاء الله ترتيبه مرة محترم. موديكم فوق واحدة من الكلاسات التدريب. هذه واحدة من كلاسات تعليم السباحة في مركز غواص الجزيرة. وهنا سبحان الله مزبط لها المعدات، فسهل الاستخدام حتى في التدريب تكون هي جنبك. معي هنا الكابتن محمد الأمير، واحد من الكباتن القديمين في الغوص وفي السباحة.
حياك الله كابتن. يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله، مبارك عليكم ما تبقى من الشهر. الله يعطيك العافيه. شو عندك اول يوم تدريبكم ايش؟ عندنا تدريب سباحه للاطفال من عمر 8 سنوات. ما شاء الله، في عمر معين يعني ولا هي ابتداء من 8 سنوات؟ ما شاء الله. كم كلاس هي عاده؟ عاده 10 كلاسات. 10 كلاسات، فيها فصل فيها شيء ولا في؟ لا على طول فيها محاضرات خفيفه نظريه، والباقي تطبيق في المسبح، إجادة المهارات الأساسية للسباحة. طيب بعدها يصير يعني يعرف يسبح، يروح يعني العميق وكذا؟ اي نعم اي نعم، من البدايات يتعلمها، ياخذها بالتدريج من الأساسيات من المنطقة الضحلة إلى المنطقة العميقة. عليها رخص طيب؟ اي نعم، عليها شهادة من الاتحاد السعودي. يعطيك العافية كابتن، ما قصر، شكرا لك.